وضعنا الاقتصادي أيضا أسطورة والآن بيتابع العالم كله. نعم أنا أحب سوريا وأحب القائد بشار الأسد. لا نخلص ربان بإذنك. بارتفاع سعر برميل النفط تعرفوا لا الذي عم ياخذوه المواطنين بالسعر الغير مدعوم. مش قد لتر المازوت هلا الغير مدعوم؟ مش قد سعره؟ 1700. بتعرفوا بالاسواق العالميه سعره الان 4000؟ 4000. اذا كما هناك يعني جيشنا العربي السوري كان اسطوره في التصدي وحقق الاعجاز، ايضا وضعنا الاقتصادي ايضا اسطوره والان بيتابع العالم كله. كل الشكر للرفاق الذين داخلوا، ولمست من رفاقنا الذين داخلوا مدى الحس الوطني والحس البعثي الصادق من خلال مداخلاتهم التي إن دلت على شيء تدل عن غيرية حقيقية للرفاق البعثيين على تطوير بعثهم وتطوير حزبهم. ونحن البعثيين مثل فردة صرماية اليمين، فخرنا مزدوج عندما نفخر بقائد هذه الأمة القائد بشار الأسد. مثل فردة صرماية اليسار، أولا هو قائد هذه الأمة ومن ثم هو أميننا العام لحزبنا العظيم، واثنين أشحش من بعض. إذا أردنا أن نتكلم في جلسات فهذا الموضوع يحتاج منا إلى جلسات طويلة وكبيرة جدا. ما قام به قائد هذه الأمة من أجل أن نصل إلى ما وصلنا إليه هذا موضوع يحتاج إلى الكثير من التدقيق والتمحيص والتفكير. كان هذا القائد هو الذي يقول لمن يريد أن يحطم هذا البلد لا، وتدركونها تماما عندما قالها، وكان الكثير من هم موجودين يمكن على صعيد العالم لا يستطيعون أن ينبثوا ببنت شفا أمام هذا الكاوبوي الأمريكي. وهو علي ما علي، حقه نص فرنك بساعة الغلاء، بيوقف لي قدام معلم ومحسن اللي هم لولي بدندلي دناء، وبصير هداك بقى يمسح لي فعالطالعة وعالنازلة، عالطالعة وعالنازلة.